السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده الاكلير بجد تحفه بجد، وطعمه حلو جدا، وصفه سهله وبسيطه. ايه رايكم في الجمال؟ حلو جدا، ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتعجب الاولاد جدا بجد. مش هتبطلي تعمليها، احلى من اللي بنشتريها من بره بكتير. هنقطع كده واحده معاكم، بصوا الفراغات اللي فيها، بصوا الكريمه عامله ازاي، بجد جميله جدا وطعمها تحفه. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت اللي اول مره يشوف القناه عندي يعمل سبسكرايب ويفعل جرس التنبيه وما ينسانيش في اللايك. يلا بينا نشوف الوصفه. يلا بقى نبدا الوصفه ونقول بسم الله. معايا كده كوبايه دقيق 125 جرام، معايا 4 بيضات، ممكن تاخد 5 حسب الدقيق اللي معانا، مش كل الدقيق زي بعضه. معايا معلقه سكر، رشه ملح، 100 جرام زبده، ومعايا نص كوبايه ميه ونص كوبايه لبن، وان شاء الله المقادير دي هتنزل لكم في صندوق الوصف. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. هجيب كده كسرولة على النار، هضيف فيها اللبن وهضيف فيها الميه زي ما انتم شايفين، بجد طريقه ناجحه جدا وهايله. هنزل كده بالزبده ورشه الملح ومعلقه السكر، لحد هنا تحفه جدا، مفيش اسهل من كده. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض وهسيبها تاخد او غلوه على النار، او اول ما تغلي كده على طول عشان ما تنقص معايا الكميه والمقادير. وهنزل بقى بالدقيق كده وهبتدي اقلب. انا عايزه الدقيق اول ما الاقيه يتلم كده معايا يبقى كده خلاص تمام قوي. بصوا اهو خلاص كده، هفضي بقى البوله واعمله بالمضرب عشان يبرد معايا، لان انا لو ضفت البيض دلوقتي هلاقي البيض استوى، فما ينفعش، لازم اطلع دلوقتي السخونيه اللي فيه وبعد كده هنزل بالبيض. اهو انا بطلع السخونيه كده، انزل بقى ببيضه بيضه، ومش هنزل بالبيض كله مره واحده اهو، واضرب اول ما الاقي طبعا البيضه اختفت انزل باللي وراها على طول اهو زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما يخلص البيض اللي معايا بنفس الطريقه دي. الخطوه دي مهمه، ما ينفعش احط البيضه غير لما بتختفي معايا خالص، وابتدي انزل باللي بعدها. خلاص اهي بتتلم معايا العجينه، اخر بيضه اهي، هي طبعا مش هتحتاج مني بيض تاني، يبقى كده الدقيق اللي معايا ده خد الـ4 بيضات. بصوا العجينه عامله ازاي، بجد تحفه وريحتها رهيبه ما شاء الله. اهي خلاص، بصوا اول ما تعمل بوس كده معايا اعرف ان هي كده تمام. هجيب بقى كيس الحلواني وافضي فيه العجينه اللي معايا، واجيب بقى كده ورقة زبدة في الصينية، وابتدي افرد العجين اللي معايا بمقدار 10 سنتي. اهي خلاص، ايه رأيكم هو الطول ده كده في حدود 10 سنتي. خلاص بقى كده هدخلها على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة، وهقول لكم هعمل فيها ايه بعد كده. نشوف بقى المقادير اللي معانا. هنعمل بقى الكريم باتير. هنعمل دلوقتي معايا 1/3 كوباية سكر، معايا 1/3 كوباية نشا، معلقة زبدة كبيرة، 4 صفار بيض، ومعايا فانيليا، ومعايا 2 كوباية اللبن. هنحط 2 كوباية اللبن كده في كاسرولة وهرفعها على النار، وهجيب الـ4 صفار بيضة هنزل بيهم في بولة، وعليهم رشة الفانيليا، وهقلب كويس. هضيف بقى النشا، 1/3 كوباية نشا، وهقلب. هضيف 1/3 كوباية سكر وهقلب. خلاص كده
هجيب بقى اللبن، هو سخن معايا، هنزل بشوية شوية، هاخد نص الكمية واسيب النص التاني. ليه بقى بنزل بشوية شوية؟ عشان ما البيض ما يستويش معايا. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين، هنزل كده بشوية شوية لحد ما اخد نص الكمية. خلاص كده هجيب بقى النص التاني من اللبن، هضيف عليه المقادير وارفعها على النار، وافضل اقلب بقى لحد ما ياخد معايا سمك كده، ولقيت تقل معايا وبيبقى كده خلاص بقى. اهو بصوا انا اسفه على الاضاءه طبعا. هنزل بقى معلقه السمن الزبده كده وارفعها من على النار. هقلبها وارفعها من على النار، انا طفيت كده طبعا النار. خلاص كده هقلب بقى لحد ما الزبدة تدوب معايا. بصوا سمكها عامل ازاي، ما شاء الله جميلة جدا وريحتها بجد فظيعة. خلاص كده هجيب استريتش راب وهغطي بيه علشان مش عايزاه يعمل قشرة كده من على الوش، فهحاول انزل طبعا الاسترتش راب في قلب الكسرولة كده عشان ما ادهاش مساحة ان هي تعمل وش من فوق. اهو زي ما انتوا شايفين كده لازم اخلي الاسترتش يلمس الاسترتش كده بقى يلمس الخليط اللي انا عاملاه زي ما انتوا شايفين. الخطوة دي مهمة، بصوا بنزله كده عشان يلمس ايه الخليط وما يعملش قشرة. هسيبه بقى كده يبرد ونروح على الفرن نشوف اخبار الاكليرك ايه. خلاص كده هو عدى ال40 دقيقة، هطفي عليه واحط عصاية زي ما انتوا شايفين كده بتاعت سباتولا واسيبه 30 دقيقة مطفية طبعا الفرن. خلاص كده هو خرج معايا، بصوا عامل ازاي ما شاء الله جميل جدا. ايه رأيكم؟ بصوا هشة وطرية جدا وفيها كلها فراغات جميلة جدا. يا رب يكون بس الكاميرا موضحة كويس. هجيب بقى معايا ده طبعا اللي انتوا شايفينه ده، انا مش هجيب طبعا قمع الحلواني، لا ده افضل بكتير، ده بتاع البيتشفور. وانا هحط طبعا البلبله اللي فيه ديت حلوه جدا. بصوا اعملها ازاي، بدل ما افتحها بسكينه ولا حاجه ويبقى شكلها مش لطيف، دي حلوه جدا انا استخدمتها عشان تخلي منظره لطيف شويه. اهو افضي كده، هضغط عليه وافضي كده املى الفراغات اللي جوه ديت بالكريمه، حلوه جدا. بصوا عامله ازاي، لونها ذهبي وجميله قوي. بس ما اضغطش قوي عشان ما الاقيهاش طلعت معايا من الناحيه التانية، اضغط كده بالراحه بالراحه خالص كده، وهبتدي اضغط لحد ما من الفراغات اللي معايا. خلاص انا بقى هخلص الكميه اللي معايا دي وبعد كده ارجع اقول لكم هعمل ايه تاني. بصوا تحفه بجد، ايه رايكم؟ جميلة جدا. خلاص اهي انا عملت الكمية اللي معايا، هي عملت 13 واحدة ما شاء الله. سيحت بقى كده 100 جرام من الشوكولاتة وهبتدي اشكل بقى زي ما هوريكم كده. هقلبها طبعا على وشها وهعمل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، سهلة جدا وحلوة جدا وريحتها بجد رهيبة. ان شاء الله يكون الوصفة عجبتكم وجربوها، حلوة قوي، احلى من اللي بنجيبها من بره ومفيش اسهل من كده. بصوا جميلة ازاي ما شاء الله، والعجينة طرية حلوة بجد. ايه رأيكم في الجمال؟ بجد تحفة. هخلص بقى الكمية وارجع لكم. انا خلاص خلصت اهي، يا رب تكون الوصفة عجبتكم بجد حلوة جدا. انا كده خلاص خلصت الوصفة اللي معاكم، وان شاء الله نتقابل بفيديو جديد وصفة جديدة، واسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.